انطلاق العمليات العسكرية في صحراء محافظة الأنبار وبمشاركة جميع القوات الأمنية العراقية ولمنع تكرار الخروقات الأمنية في المناطق الصحراوية. طالب أهالي الأنبار بتكثيف تلك العمليات العسكرية جويا وبريا لإنهاء ملف تنظيم داعش في صحراء المحافظة. طبعا اليوم كمواطني محافظة الأنبار نطالب بتكثيف العمليات العسكرية بالصحراء، خصوصا اليوم صحراء الأنبار شاسعة وتحتاج إلى عمليات عسكرية مستمرة. دائما يصير خروقات أمنية، هاي يعني بصراحة تخوفنا كداخل المدينة. الحمد لله داخل المدن آمنة ومستقرة. اليوم احنا يعني راح نبقى هذا الملف والمسلسل يومية، قتل فلان وقصف وهجوم، داعش يجي على بنزينخانة يفول مثل ما يقول عجلاته بنزين ويقتل كم واحد. يعني هذا المسلسل صار يعني مزعج للأنباريين. نطالب بتأمين الصحراء وإنهاء تواجد الإرهابيين بكل مكان مو بس بالأنبار. ويعزو قادة أمنيون أن تكرار الخروقات الأمنية في صحراء الأنبار سببها ارتدادات الوضع الأمني في الجانب السوري، وأن خطوط الإمداد لتنظيم داعش الإرهابي تأتي عن طريق شريط الحدود السوري الذي أثر سلبا على الوضع الأمني في صحراء المحافظة. احنا في سوريا الخلل مو بالجانب العراقي، الخلل بالجانب السوري. نأمل أن تتطور الأمور داخل سوريا لصالح الحكومة حتى نقدر من تصير قوات حكومية، تصير اتفاقية دولية ما بيننا وبين سوريا، تفعيل اتفاقية الدولية السابقة، ينقطع يعني بعد ماكو خلل، بعد ماكو تسلل. انا اقول لك راح نعطيك جزم الصحراء راح تؤمن، من تؤمن الصحراء بعد حتى المدن تزدهر، يعني بعد ما يظل شيء اسمه داعش داخل الصحراء نهائيا، لان يعني داعش اذا ما عنده خطوط امداد يعني من الصحراء الممتدة من بادية الجزيرة الى بادية الشام، اذا ماكو امداد داعش ينتهي. ويعول سكان الأنبار على قدرة القوات الأمنية العراقية في ضبط الحدود مع جارة سوريا، والذي من شأنه تقليل ارتدادات الوضع الأمني الهشي داخل الأراضي السورية. من محافظة الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.